صباح الخير، صباح الورد عليكم مشاهدينا الكرام. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم. النهاردة حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة، ولسه مكملين معاكم حلقتنا مع خبيرة التجميل ميس نجوى البداوي. بس النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة جديدة خالص هتمس كل بنت وكل أسرة بتحتاج الموضوع ده. ايه هو الموضوع ده؟ هو الميك اب. طبعا احنا زي ما احنا متعودين كلنا بنحاول ان احنا نعمل الميك اب بتاعنا في البيت، وساعات بيطلع مظبوط وساعات بيطلع نص نص. بس النهارده احنا جايبين خبيرة التجميل علشان توضح لنا كل تكات وحركات الميك اب. معانا ومعاكم خبيرة التجميل ميس نجوى البداوي. اهلا وسهلا بيك يا ميس نجوى. امبارح اتكلمنا عن موضوع الشعر، والصراحة الناس كلها يعني خدت من حضرتك نصايح كويسة جدا بالنسبة لموضوع الشعر. النهارده انت جاي بقى تنصحي مشاهدينا الكرام ازاي يحطوا الميك اب بطريقه مظبوطه وعلى اسس منتظمه. لا وغير كده مس نجوى مش مجرد خبير التجميل فقط لا غير، ده اكبر بيوتي سنتر في دمياط، يعني حاجه اللي ملاحظينه عليك يا مس نجوى اني صراحه بتراعي ربنا في كل حاجه. لما يعني بتدي المعلومه بتديها بالمظبوط من غير اي كذب ولا تزويق في الكلام. النهارده هنتكلم عن الميك اب، واول حاجه عايزه اسال حضرتك فيها ايه السر اللي بتنصحيه للبنات لما يجوا اول حاجه يحطوا الميك اب، اول خطوه بيعملوا اهم حاجه انواع الكريم الاساس. اول حاجه تنظيف البشره. لو اعتمدنا ان البشره نظيفه بنسبه 100% هتحط الميك اب والفونديشن بتاعها صح. تمام. فونديشن يعني كريم اساس، يعني فونديشن يعني ماركات. كل ما بتختاري وبتتقني كويس في اختيار الفونديشن بتاعك اللي بيناسب بشرتك، في بشرة دهنية، في بشرة جافة، في بشرة عادية، في بشرة مختلطة، كل بشرة بيناسبها نوع فونديشن معين. كل ما التزمتي بالنوع اللي يناسب نوع بشرتك، يعني مثلا ما تجيش بشرة دهنية وراح اجيب فونديشن فيه نسبة زيوت عالية جدا، هاجي ابص لقيت بشرة بتاعتي معرقة وباظت والفونديشن اللي انا حطيته مفيش. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا قبل ما احط فونديشن، قبل ما احط اي حاجة على بشرتي، تنظيف البشرة. تنظيف البشرة وعلاج الهالات السوداء. علاج الهالات السوداء بطريقة منتظمة. تمام. هي في حاجة بسيطة عايزة اقولها عن موضوع الهالات السوداء ده. لو البنات مشت عليها او وهي تنفع الهالات السوداء والتجاعيد في نفس الوقت، بتعالج الاثنين مع بعض، جميلة جدا جدا. لو مشت عليها بس مدة اسبوع واحد هتلاقي فرق شاسع. طب يا ريت خالص. الصبار البلدي، جل الصبار البلدي. ان انا بجيبه وبنزله من الورقه بتاعته البلدي اللي هو الاخضر، الاخضر البلدي زي ما هو كده بنزله، بقطعها كده من فوق. طبعا. وبنزله في برطمان، ده بحفظه في الثلاجه، بس باخد منه الصبح وبالليل بس. تمام. طبعا ما اتعرضش للشمس وانا دهناه، يعني ما ادهنوش واخرج علشان بيعمل نتيجه عكسيه. انا ادهنه وبقعد تلت ساعه وبغسل وشي، لو استمرت عليه بس لمده اسبوع هلاقي تجاعيد راحت، هالات سودا راحت، الدنيا ظبطت معايا بقت زي الفل. التجاعيد بقى اروح دهنه وشي كله مش تحت. ايوه ممكن تدهني وشي كله. دي حاجه. الحاجه الثانيه قبل ما افكر ان انا احط فونديشن، لو انا عندي حبوب في وشي ان انا ابدا اعالجها. اي نعم الميك اب بيداري الحبوب، بيداري كل حاجه، بيداري النمش، بيداري، هو ده شغله الميك اب. بس برضو انا اهتم ببشرتي بحيث ان هي تبقى سوفت، يعني مفيش فيها اي حاجه خالص. الميك اب بيبقى فيه عندي ميك اب بيداري النمش، وفي بيداري الحبوب. لو انا اشتغلت عليهم خلاص انا هطلع البشره دي من قدامي زي المرايه، تبص لها اكن مفيش فيها حاجه خالص. تمام. بس الاختيار الاول والاخير للماركات. كل ما اتقنتي نوع الماركه اللي انت بتجيبيها كل ما الشغل يطلع معاكي. من وجهه نظر حضرتك ايه افضل الماركه؟ هو طبعا من انواع الفونديشن في كتير جدا حسب ما يناسب بشرتي، حسب يعني البشره. ايوه حسب نوع البشره هختار. تمام. بس هو في ماركات كتير جدا مشهوره، بس انا ما اذكرش ماركات معينه باسمها، بس في حاجات كتير جدا نظيفه جدا. مجرد ان انت بس بتحط البرايمر اللي هو في الاساس، وبعد كده تحط الفونديشن، تلاقي البشره معاكي عامله زي الازاز، بشرتك دي بتبقى زي الازاز. تمام. بس تتقني نوع الفونديشن. هي لو اتقنت نوع الفونديشن، لو هو ميك اب سيمبل، ميك اب صباحي يا دوب. يعني لو هو ميك اب صباحي بنكتفي بفونديشن، حط برايمر اول عشان اقفل اي مسام مفتوحه، بعد كده بحط فونديشن وماسكارا وكحل لو حبه،
روج خفيف جدا بس خلاص انتهى الامر على كده. طبعا كل مناسبه يا استاذه نجوى وليها الميك اب بتاعها. أكيد طبعا انا بقول ميك اب صباحي يعني حاجه خفيفه يدوب بس فونديشن بداري عيوب لو في عيوب اي في البشره، مسكرة بس بفرد الرموش، وروج خفيف جدا يعني يبقى اكن حاجه خفيفه. افهم من كلام حضرتك دلوقتي ان لكل بشره ليها الميك اب بتاعها، يعني ما اروحش انا اجازف كده واروح اجيب مكياج او ميك اب يناسب كل بشره. أكيد. لا كل بشره ليها المكياج بتاعها. ايوه وهي اي حد بيروح مثلا انا راح اجيب فونديشن باخد منه انا اخترت الماركه اللي هتناسب بشرتي والنوع اللي هيناسبني، باخد منه جزء صغير كده وبجربه هنا، لو لقيته مقارب للون البشره بتاعتي يعني موحد مع لون البشره بتاعتي يبقى هو ده اللي هيناسبني، مش مغير البشره. ساعات بشرتي اركب لها اتنين فونديشن على بعض، يعني بجيب لونين مع بعض عشان يديني نفس الدرجه بتاعت بشرتي. تمام. ما لاقيش الدرجه اجيب فاتح واجيب غامق واركب الاتنين مع بعض يقوم يديني نفس الدرجه. استاذه نجوى طب في طبعا اللي عينيه واسعه فبيحب يضيقها، وفي اللي عينيه ضيقه بيحب يوسعها. كل ده شغل بنعمله طبعا بالايلاينر والكونتور، كونتور العين. موضوع الشغل العين ده عايز حلقه كامله، موضوع كبير جدا. ان احنا بقى نشتغل على العين ونضيق ونوسع ونركب رموش، لو ما فيش ممكن تجي لي عين سوفت مفيش فيها رموش خالص وعين ضيقه مهاش باينه اساسا مش واضحه. مجرد ان انا بركب اللانسز تبقى فاتحه، اللانسز تبقى فاتحه خلاص فتحت لي ايه سمك العين. بعد كده ابدا بركب رموش بس ما بتكونش طويله قوي تدي ايحاء ان العين ايه طبيعيه. بعد كده برسمها بالاي شادو واللاينر خلاص الدنيا بقت ظبطت معايا جدا. سمعت ان الكحل الابيض بيوسع العين. ايوه الكحل الابيض فعلا لما انا بحط لانسز فاتح عشان توسع لي العين، بعد كده ام اديها الكحل الابيض الاقي العين بقت ايه وسعت معايا جدا. لو العين بقى جايه اوريدي واسع جحده يعني واسع قوي بعمل ايه بركب اللانسز بتبقى درجتها غامقه شويه وما بشتغلش بقى بالكحل الابيض، بحط لون يتناسب مع ايه الميك اب اللي انا حطاه. جميل استاذه نجوى طب عندنا ايه الطريقه الصحيحه لازاله الميك اب بتاع العين؟ يعني ميك اب العين بصي انا عامه انا شخصيا بفضل الفازلين الطبي. الفازلين الطبي حته صغيره كده على المناديل مزيل ميك اب وبالراحه كده علشان كل ما بتدعكي قوي في العين كل ما بتعملي فيها تجاعيد اصلا في العين، حتى لو انت عندك تجاعيد صغيره قوي كل ما بتدعكي بقى قوي في العين كل ما بتديها ايه التجاعيد بتاعتك تبدا تكبر واحده في واحده انت ما بتاخديش بالك منها الا فيما بعدين. بعد تمام. برضو في حاجه يا استاذه مثلا دلوقتي انا دلوقتي ابدا بكريم الاساس ولا استخدم الكريم اللي هو بيخفي العيوب الاول؟ لا. ايه الاول انا استخدمه؟ ولا ده ولا ده. احنا في البدايه خالص بننظف البشره خالص تمام، البشره اوريدي زي الفل، بعد كده بحط البرايمر. البرايمر عشان لو في عندي اي مسام واسعه او اي حاجه اقفلها. بعد كده بجيب الكونتور، الكونتور اللي هو في عندي بيبقى انا كنت النهارده هشتغل عملي بس ان شاء الله في حلقه ان شاء الله تانيه. ان شاء الله. الكونتور ده بيبقى في عندي كونتور اخضر، كونتور بامبا، كونتور بيج، كل نوع من الكونتور ده بيشتغل على شيء معين في البشره. الكونتور الاخضر ده بداري بيه ايه الحبوب. الكونتور اللي هو الاصفر تحسيه بيج غامق ده بداري بيه النمش. باجي على انا حطيت البرايمر خلاص، بعد كده باجي على الحبايه واوزع كونتور اخضر حاجات بسيطه كده، بعد كده باجي على النمش واوزع برده الكونتور اللي هو الاصفر الغامق البيج الغامق. وباجي تحت العين وبوزع الكونتور اللي هو بيبقى لونه تحسيه برتقاني. بالبيوتي بلندر كل لون فيهم مخصص لحاجه معينه في البشره. بعد كده بالبيوتي بلندر وبطبق مش بدعك، انا باجي على النقطه اللي انا حطيتها على الحبايه وبدمجها بالبيوتي بلندر. والثانيه كذلك كذلك كذلك، وبسيب البيوتي بلندر ده خالص. بعد كده اجيب البيوتي بلندر اللي هي بتاعه الدمج تحت العين وبدمج بيها الكونتور اللي انا حطيته تحت العين. اوريدي خلاص انا خفيت عيوب البشره بالكونتور اللي انا حطيته. بعد كده بوزع الفونديشن، بوزع طبقه سميكه علشان تداري كل عيوب البشره. يعني لو في وحمه في كل ده بنداريه حبوب بالفونديشن اللي بيتناسب معاكي.
ممكن اخلط اتنين فونديشن مع بعض عشان تديني نفس درجة البشرة، وممكن يبقى نوع واحد يتناسب معايا وبوزعه وبدمجه بالبيوت بلندر كويس جدا. بعد ما ادمج كويس قوي 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 اديله بودرة كومباكت علشان تثبت الفونديشن اللي انا حطيته. ايه هو افضل نوع تجميل للوجه يعني الحبوب؟ افضل نوع الافضل ايه؟ افضل نوع تجميل الوجه افضل الحبوب، الهالات السوداء، كل ده بيبقى له علاج قبل ما نخش على بند الميك اب. اوريدي لما بتجي لي عروسه بتحجز مثلا قبلها بثلاث اربع شهور وبلاقي فيها حاجات كده حبوب وحاجات، ابدا انا اقول لها لو انا عندي حاجات كويسه ببدا اعملها، لو الموضوع محتاج دكتور خلاص بقول لها انت لازم تروح لدكتور تجميل علشان يشتغل لك على الحبوب دي، بتبدا ان هي تختفي واحده واحده. تمام. برضو من الاسئله اللي جات لنا على صفحاتنا، واحده بتسالني بتقول لي انا بجيب انواع روج كويس جدا وماركات، بس لما باجي مثلا اشرب عصير او باجي احطه دي مشكلة ساعات الاقي الروج محطوط على الكوبايه، فطبعا كل ما تيجي مثلا تشرب عصير او حاجه تلاقيه، فطبعا اللون بيبدا يختفي. او ساعات في ناس برضو الروج بتاعها بيبقى على اسنانها يعني حتى لو ماركات نظيفه. طب ايه بقى اللي يثبت الروج ده؟ بس مفيش حاجه اسمها مثبت روج. في روج ماركات فعلا بيقعد 24 ساعه. اهو انا حطاها يا جماعه اهوت، ده ثابت ثابت جدا بمعنى كلمه ثابت، بس هي برضو بترجع للماركات. يعني انا مش هجيب روج مثلا ماركه كاترس بمبلغ وقدره وهقول زي روج ب 30 40 جنيه. ماركه كاترس في الروز جميله جدا، ثابته 24 ساعه، بحط العرايس ممكن تفضل بيه، يعني بيفضل ثابت معاها فتره طويله جدا. يعني في ماركات تانية كتير جدا على حسب الخامات، على حسب الماركه، على حسب الخامه اللي ماركه الروز ذات نفسها هي اللي تحكم عليك هيطلع ولا لا. بس برضه يا ميس نجوى يعني في برضه يا استاذه ايه في طبقات مثلا ما بتقدرش ان هي تجيب الماركات الاوفر دي، وفي نفس الوقت بنات عايزه تتمكج وعايزه في ماركات قليله والله يعني بسعر كويس، بس برضه بتفضل ثابته بس مش لساعات طويله، بتفضل ثابته ساعتين، خلي الامور الوسط ساعه ونص كده، بس بتفضل ثابته كويسه برضه مش وحشه. يعني المكياج في العرايس كل واحد ولا بيختلف واحده عن التانيه؟ طبعا بيختلف من عروسه للتانيه للتالته على حسب برضه البشره، على حسب فورمه الشعر بتختلف من دي لدي لدي طبعا. طب في مشاكل واجهتك مره كده وانت بتمكيجي عروسه ولقيتي البشره بتاعتها مش ظابطه معاكي في مكياج، او في حاجات دفوهات كبيره محتاجه أكيد شغل؟ يعني زي ما في ايجابي في سلبي. كانت جيت لعروسه كانت مراخيرها بس طويله شويه بس عالجتها بالكونتور. معقوله الكونتور يعمل كده؟ ايوه بالكونتور ظبطت الدنيا، يعني يعتبر صغرت مراخيرها خالص وصغرت الخدود، صغرت من هنا كده وصغرت القورة، كانت تعريضة صغرت القورة بالكونتور. ده بعد غسيل الوش ده كله بعد كده هيبان اكيد طبعا. بس حضرتك يعني عمالة بتتكلمي تلقائية جميلة جدا، ما وصلتيش الموضوع ده من فراغ، يعني انا الاقي عندي كمية معلومات أكيد وخبرة دراسة كبيرة جدا. يعني الموضوع ده مش سهل ان حضرتك واثقة من نفسها ومتمكنة تقعدي في المكان ده عمالة احنا تتكلمي وتقولي ازاي يتحط وما يتحطش، فالموضوع دوت عايز خبره جامده. المجال ده حضرتك بقالك فيه قد ايه؟ كتير جدا بقالي فيه، كتير بقالي فيه يجي 15 سنه مجال الميك اب بالذات. 15 سنه؟ يعني بحب الميك اب من اساس مهنتي. حبي للميك اب بداتيه صغير جدا وانا صغيره. مين اقترح عليك ان انت تبداي الموضوع وان انت تعرفي تمكيجي كويس وكده؟ لا محدش اقترح عليا، ده موهبه عندي، انا اصلا بشتغل في السنتر عندي من زمان، بس والوقت انا بدي كورسات ميك اب. جميل. يعني استاذه نجوى البيوتي سنتر بتاعك ما فكرتيش تفتحي فرع تاني هنا في القاهره؟ احتمال كبير ان شاء الله نفتح هنا في القاهره. اي حد بتروحي له ولا ليكي اماكن معينه فقط؟ لغير لا هنا احنا بننزل كل محافظات مصر، يعني انا البنات عندي ببعتهم كل محافظات مصر، ما حدش بيقول لك لا انا مش هروح لا انا لا هم جايين ومتبرمجين ان احنا شغلنا اغلبيه كله خارج المحافظات مش محافظه دمياط بس. اصل في اللي يقول لك لا انا هشتغل داخل بيته مش يعني انا هشتغل داخل الكوافير مش هروح بره. ماشي اوريدي انت حره طبعا، اي بنت عندي بتخرج بره بيبقى لها شغل تاني، بيبقى لها عموله تانية، حساب تاني خالص، يعني كل حاجه عملتها بمعنى اصح. ايوه طبعا. امال ايه؟ تمام. التواصل معاكي ازاي بقى؟ عن طريق الصفحه او ارقام التليفونات المعروضه على الشاشه. بخصوص الصفحه بتقدري ازاي انت يعني
تردي على كل الناس وفي نفس الوقت بتشتغلي؟ لا، في سكرتاريه موجوده على الصفحه. يعني في السكرتاريه موجوده على الصفحه، مش حضرتك بتردي شخصيا؟ لا لا لا. جميل. بس لما في حاله بتبقى محتاجه ان يعني تسالني اي سؤال، هم بيقولوا لها مس نجوى معاكي وكلميها في التليفون، وبيرجعوا لي وبعدين بقول لهم اديها الميعاد ونتكلم. ما حصلش معاكي موقف واحدة عملت لها مكياج ورجعت زعقت قالت لك مش حلو مش عاجبني او؟ بالعكس، كل اللي بعمل لهم مكياج بيبوسوني من هنا ومن هنا. يا سلام. وانا هبوسك من هنا ومن هنا. لا جميل. في حاجة بقى، حب الشباب، حب الشباب، بنات كتيرة بتحطي مكياج ومع ذلك بتلاقي حب الشباب مبهدل البشرة بتاعتهم. واحدة يعني برضو سألتني قالت لي عايزة أداري حب الشباب دوت مهما أحط حب الشباب، لدرجة ان هو حب الشباب معلم في وشها. طبعا لما بتيجي تحط اي مكياج بيبقى بيبان برضو. عايزين مثلا وصفة كده حضرتك تقولها للبنات، حب الشباب ده يضيع ازاي، او التخريم اللي بيحصل. اخفاء الموضوع ده خالص. في كريم، في كذا مرهم كده بضيفهم مع بعض، وفعلا دول لما بيستعملوا مع بعض بيشيل اي بقع من البشرة، وبيشيل الحبوب، بيشيل، بيخفي كل حاجة حتى المسام الواسعة. بس انا نسيت ادهولكم تعرضوه على الشاشه، بس طبعا هقوله لكم يا ريت. بس انا هقول وصفه طبيعيه صغيره كده قوي لموضوع حب الشباب، بس والله هي لو اي حد استمر على الوصفه الطبيعيه دي جميله جدا جدا جدا. الشوفان المطحون والعسل النحل، العسل النحل الخام الاصلي، مش العسل النحل اللي موجود في اي سوبر ماركت، لا، عسل النحل الاصلي الاصلي، بتجيبه بتحط عليه معلقه شوفان وبتدهن بس على الحبوب لمده 10 دقائق. لو استمرت عليها بس لمده اسبوع واحد هتلاقي الدنيا معاها بقت زي الفل، الا اذا الحبايه فيها ماده بيضة من جواها، يعني بتبقى معبيه. دي بترجع لدكتور، لان بتاخد مضادات حيويه، بتبقى فطريات من الباطن، فطريات من الباطن، فبتنطر على وشها، دي لازم تدخل دكتور يديها مضادات حيويه. اما لو هي حبوب شباب سطحيه زي اولادنا، فدي بتستعمل وصفه الشوفان مع العسل النحل، دي ممتازه ممتازه ممتازه. جميله جدا. طيب، في عرايس قبل الفرح بتاعهم بيظهر لهم حبوب كده في جسمهم. ايوه. فدي بتحليها ازاي؟ هي بتجيلي ما بتيجي تحجز يعني وكده، فهي بتدخل علشان اشوفها واشوف بشرتها واشوف عندها ايه وكده، فلو لقيت عندها حبوب ببدا اعالجها من قبل الفرح يجي بشهر او بشهرين. يعني الحجز بيكون سيستم معين بتمشي عليه. السيستم اللي انا بديه لها تمشي عليه، بتجيلي اوريدي قبل الفرح باسبوع عشان اعمل لها تنظيف البشره، بلاقي الدنيا معاها ظبطت وزي الفل، ولا عندها حبوب ولا عندها بقع، لازم انا اعالجها من قبل الفرح. تمام. يعني بتعالجي كل حاجه؟ لازم انا اشوف بشرتها من قبل الفرح، مش مجرد مكياج فقط لا غير. لسه هقولها، مش مجرد مكياج حضرتك، برضه في علاج. ايوه، لازم علاج. لو عندها حبوب بالذات، لان الحبوب دي عائق لي انا في الميك اب، هتبقى عائق لو اما انا اجي اشتغل، فلما انا اعالجها من البدايه هي هتطلع زي الفل. ابسط شيء اللي هيشوفها يقول لها الميك اب بتاعك ممتاز، الحبوب دي راحت ازاي؟ فاهم قصدي؟ فاللي يقدر على شيء يعمله يعمله، ليه لا؟ جميل جدا. جميل. في برضو ناس، بنات، بيخافوا جدا من السيف، يقولك احنا ما بنحبش نخرج الصبح علشان الشمس، والمكياج بتلاقيه كله اتبهدل، الكحل ساح، المطابع مع العرق، كل ده بيعمل. طيب اكيد في حاجه حضرتك ممكن تقولها لهم، ان هم عادي يخرجوا في عز الحر وكده، ايه هو المثبت اللي يخليهم يخرجوا والمكياج بتاعهم ما يبص خالص؟ اكيد اوريدي احنا بنقوم الصبح بنغسل وشنا بالغسول، بس السيستم اللي احنا بنعمله غلط. المفروض انت لما تقوم الصبح بتغسلي وشك بالغسول، يبقى بميه دافيانه، ميه دافيانه عشان افتح المسام، بس لو في قوي اوساخ او حاجه اطلعها. ميه دافيانه كده، واغسل وشي بالغسول واشطف كويس، بعد كده اقوم مدياله ميه بارده، ميه بارده، اقوم انا كده ايه قفلت الدنيا. بيبقى عندي دايما اي واحده ست او بنت يبقى عندها ميه ورد، دي بتحفظ في باب الثلاجه، لازما تبقى متلجه بقطمه كده، وبقوم ايه قافله المسام كل ده وانا على بشطف وشي، يعني كل الموضوع ده ما ياخدش منك 5 دقايق. اقفل المسام كده، خلاص المسام قفلت كويس جدا. خلاص بعد كده بحط واقي شمس، لازما احطه واستنى تلت ساعه قبل ما اخرج، مش هحطه واخرج. لا، هي بقى الغلط اللي احنا بنحطه ونستعجل ونخرج. لازم تحطيه، يعني حطيه في البدايه على بال ما تلبسي، خلاص هو بيكون اخد وقته
بيبقى معاكي الدنيا زي الفل، ده الدنيا بتتظبط بتتظبط معاكي جدا. استاذه نجوى، في بشره دايما تلاقيها عرقانه يعني ما بتستحملش، عرقانه صيف شتاء عرقانه، صدقيني هي لو عملت الخطوات اللي انا قلت عليها وقفلت مسامها بماء الورد وحطت صن بلوك الدنيا هتظبط معاها كويس جدا. لازم تقفل المسام قبل ما تخرج من البيت، طول ما المسام مفتوحه هتفرز، طول ما المسام مفتوحه هتفرز عرق، هتفرز دهون، وهتستقبل اوساخ العوامل الجويه، تراب، هواء، شمس، فاهمه قصدي؟ الاشعه الشمس بقى تدخل تحت الجلد تقوم مره في مره تقول لك هنا اسمر، بتبقى مقسمه، ابيض، فاهمه قصدي؟ ده بيبقى ايه؟ تغلغل اشعه الشمس داخل البشره لان هي مش حاطه عامل حمايه. الصن بلوك مش منظر، يعني عامل حمايه هو اساسي، ان هي بتحطه بيقفل لها الدنيا دي كلها. لو استنى تلت ساعه وبعد كده عايز تحط ميك اب حط ميك اب، الدنيا مش هتبوظ معاكي ولا حاجه. تمام. بنلاحظ برضو ان حواجب البنات بتبقى ضعيفه جدا، وبتضطر ان هي تجيب مسكره وتحدد وترسم حواجبها، ورموش برضو يا هندي تتسقط لوحديها برضو. فتنصحي بايه برضو بالحواجب الضعيفه ديت، وافضل نوع مسكره ايه؟ في سيرم انا مش هذكر اسماء، بس في سيرم نزل فوق الممتاز، تمام، روعه بجد. احنا كنا قبل السيرم ده بستعمل زيت الخروع الاصلي، مش الازايز المعلبه يا جماعه، وانا بقول تاني زيت الخروع الاصلي، يعني مثلا بروح عند عطار وبقول له انا عايزه 10 جرام او 15 جرام من زيت الخروع، وبحط عليهم زيهم زيت جوجوبا، زيت جوجوبا، بخلط الاثنين كويس جدا مع بعض، وكل يوم بجيب اللي هي سلكت الودان دي وبدهن الرموش من فوق وبدهن الحواجب. بالتالي ما فيش هم 10 ايام هتلاقي ظبطت جدا، وهتلاقي انت هتلاحظي رموش بتقلت وحواجبك تقلت معاكي. بس حاليا في سيرم بقى نزل اجنبي، هو اجنبي مش مصري، بس ممتاز جدا، جميل، بس اكيد النتيجه على طول فوريه بصراحه، واكيد غالي برضه. هو غالي، هو غالي بصراحه، بس جميل. جميل قوي. عالم المكياج ده عالم، لا ده عالم تاني خالص، عالم كبير. انا مش عارفه برضو هي الفكره ان او حبه ايه فيه عشان أكيد تدخل، اكيد عالم صعب جدا بس هو حب. انت لما بتمسكي وش عشان تشتغل عليه بتمسكي البلد في ايدك كده، وعينك هي اللي بتشتغل مش ايدك، صدقيني. فعلا هي نظره عينك اللي بتشتغل. يا مس نجوى احنا بجد انا اتشرفت بحضرتك، وبرنامج اسرار الحياه اتشرف بحضرتك، ونتمنى حلقات مزيد من الحلقات بجد مع حضرتك. استفدنا امبارح والنهارده، وان شاء الله يعني يكون الجمهور بتاعنا استفاد من الحلقات ديت. اتشرفت بيكي ومتشكره جدا، ومزيد من الحلقات ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يعود عليكم. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة.